هذا ديننا ونعلن ذلك باعتزاز وفخار. فنحن لا نخجل أبدا من إسلامنا، ولا نخجل أبدا من قرآننا، ولا نخجل أبدا من سنة نبينا، ولا نسمح على الإطلاق أن يتهم إسلامنا بالتطرف أو الإرهاب أو الجمود أو التخلف إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال لديننا في الليل والنهار. بل ندين لله أنه لا يصلح مصر الآن، لا يصلح مصر الآن إلا العدل والحق. فينبغي أن يكون الجميع أمام القانون سواء، وأن يحكم القانون لتعلو من جديد هيبة الدولة ومكانة الدولة، إذ لا يجوز للحكومة ولا للمسؤولين أن يرضخوا لأي طلبات جائرة أو لأي طلبات ظالمة. فلا ينبغي على الإطلاق أن يخرج فصيل هنا أو فصيل هناك ليقطع طريقا أو ليحتج بطريقته، لترضخ الحكومة أو ليرضخ المسؤولون لطلباته، لتضيع هيبة الدولة، أو إن شئت فقل لتسقط الدولة سقوطا مزريا بالكلية. وإنما يجب أن يطبق القانون بالعدل والحق لتعلو هيبة الدولة ولنرفع جميعا سلطان الدولة. ثم لا يجوز أبدا لأي مسلم عاقل ولا لأي قبطي عاقل في هذه المرحلة أن يتطاول على الجيش أو أن يخون الجيش، لأن الجيش لو كسر لكسرت مصر كلها. فهؤلاء كسروا الشرطة ويريدون في هذه المرحلة أن يكسر الجيش. لا ينبغي على الإطلاق أن يحطم هذا الدرع. الجيش الذي حفظ هذه الثورة وحافظ على شبابنا بفضل الله جل وعلا، وأعظم دليل على ذلك ما نراه إلى هذه اللحظة على أرض سوريا أو على أرض ليبيا أو على أرض اليمن أو على أرض العراق. فلا ينبغي للعقلاء من المسلمين والأقباط أن ينالوا الجيش أو أن يتهموا الجيش بالخيانة، بل يجب علينا جميعا كمسلمين وكمصريين من المسلمين والأقباط أن نحافظ على الجيش وألا نسمح لأي أحد أن يحطم وأن يكسر هذا الدرع أبدا. لا ينبغي للعقلاء من المسلمين والأقباط أن يتركوا السفهاء من المحرضين ليغرقوا سفينة المجتمع وليحرقوا المجتمع بأسره وليدمروا الأخضر واليابس. أيها الأفاضل، مصر تمر الآن بأزمة خطيرة، ينبغي أن نكون على مستوى الحدث. نصيحتي للجميع بنبذ الفرقة وتوحيد الصف، فالأمر أكبر بكثير من الرؤى الفردية والطروحات الحزبية الضيقة. إما أن نكون أو لا نكون. نحن جميعا نقرأ قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآيات، ونقرأ قول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ونقرأ قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من اختار هذا الجانب لخدمة دين الله ولنصرة دين الله ثم للعمل لصالح البلد، أقصد العمل السياسي، من اختار من إخواننا هذا عليهم جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا علم اليقين أنه لا فلاح ولا نجاح إلا بالتجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم لمصلحة هذا البلد. يجب علينا أن نتناسى الرؤى الشخصية، بل ولا حرج أن يبقى الخلاف بيننا في بعض مسائل الأحكام، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أنا أقول لا يصلح مصر الآن، لا يصلح مصر الآن إلا أهل الأمانة والتجرد. نريد الأمناء ونريد المتجردين الذين يعملون ابتداء لنصرة هذا الدين بلا تنازل عن الثوابت والأصول والأركان والكليات. لا ينبغي أن تشغلنا السياسة عن ثوابتنا، ولا ينبغي أن يجرفنا العمل السياسي عن أصولنا
ولا عن أركان ديننا، وإنما يجب على إخواننا الذين قدر الله عز وجل لهم أن يسلكوا هذا الطريق الجديد. يجب عليهم أن يقدموا سياسة شرعية جديدة، بعيدة عن الخداع، بعيدة عن التضليل، بعيدة عن الكذب، لا تميع أصولنا ولا تزعزع وتزلزل أركان وثوابت منهجنا الذي نعتز به وندين به لله تبارك وتعالى. مصر تحتاج الآن إلى الأمناء الذين هم أهل الأمانة، إلى المتجردين الذين يعملون لنصرة هذا الدين ثم لمصلحة هذا البلد الكريم الأمين. لا أنسى هذا المشهد الذي يحلو لي أن أذكر به في أي موقف من مثل هذه المواقف، حين تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وعزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في جبهة الشام، وولى خالد بن الوليد، وأرسل الصديق رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة يقول فيها: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد الإمارة والقيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر ويتولى الإمارة والقيادة خالد بن الوليد بعد أن تنازل أبو عبيدة عن القيادة ليكون جنديا مطيعا، بعد أن كان بالأمس قائدا مطاعا. فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أخيه الأمين أبي عبيدة ليقول له فيها: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي أمرها والقيام على جندها وشأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام.